تحية للكابتن أبو طلال والرئيس القادم كابتن سرمد عبد الإله. هاي النظرية مثل نظرية الملوكية، يقولون أول ما يموت الملك يقولون مات الملك، بعد ساعات يقولون عاش الملك، إجا الملك الجديد. فاثنينهم كبار أخوة أعزاء، يبقى الكابتن رعد حمودي عنوان في الرياضة حقيقة، في الرياضة العراقية والرياضة الشرطاوية بشكل خاص، وأتمنى التوفيق. ويقولون رعد حمودي ما نجح لا بإدارة الشرطة ولا بإدارة اللجنة الأولمبية، وانت عملته يا نائب لاعب، كلاعب اسم كبير هسه وكإداري هسه مو كل واحد ينجح بالإدارة. أهم الرجال بصراحة أحكي لك، صارت عليه ضغوط، علينا ضغوط شديدة بالأولمبية، وكأنه كنا احنا جايين من كوكب آخر. هذا يريد يسقط المكتب التنفيذي، ذاك يريد يصير رئيس لجنة، يعني هذه الفوضى العارضة. لو أنت اتيحت لك الفرصة للتصويت، لمن ستعطي صوتك؟ لسرمد عبد الإله لو لرعد حمودي بهذه الانتخابات؟ لا أكيد لسرمد عبد الإله. ليش؟ أنا صريح يعني كابتن رعد تحمل الكثير بصراحة، وبدأ يأخذ من جرفه، وهو حقيقة عنوان كبير ما نريد أنه أبداً يفسد. يعني أنا بكرة إذا أتعرض إلى هيك وضع فبالتأكيد سيكون الناصحين إلي أنه غادر الانسحاب.